بمناسبة استجابة مجلس النواب لطلب القوات المصرية المسلحة درع الوطن ودرع العروبة أن يصادق لها على إرسال قوات في مهام قتالية في الحقل الاستراتيجي القادم من الغرب. أصدر مجلس النواب موافقته بالإجماع ليعبر في مصادقته وأو عبر معه، وإضافة إليه أن مصر دولة سلام ومحبة للسلام، ولكننا محكومون بقاعدة سوف تقرؤون مقالا لي عنها في الأهرام الاثنين القادم: لا ينال السلام إلا القادر على الحرب. إذا لم تكن قادرا على الحرب سوف يطمع فيك الجميع، وسوف تهضم حقوقك أو حقوقك ولن تنال السلام. أنت تفرض السلام حينما يخشى الآخرون من جسارتك ومن استعدادك ومن قدرتك على الدفاع عن حقوقك. وجه الصلة في هذه الإشارة أنني أردت أن أتحدث لكم اليوم عن الجسارة في المحاماة. لا محاماة بغير جسارة، يجب أن تكون المحامية جسورة ويجب أن يكون المحامي جسور، ولكن الجسارة لا تعني بذاءة اللسان ولا تعني خلط الأوراق ولا تعني التطاول، وإنما هي جسارة مقرونة بأدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة. في كثير من المواقف سوف تتعرضون لامتحانات، إما أن ترخي رأسك وتدع الأمور تجري في أعنتها وتفرط في واجبك كمحام يحمل على أكتافه أمانة عن موكله وعن الحق، وإما أن تكون جسورا بالقدر الذي يحفظ لك مقامك وحقك وأيضا فرصتك في التعبير عما تريد. اعتادت كافة الدوائر المصرية تقريبا على اعتبار أن محضر الجلسة ملك للمحكمة. ليس هذا صحيحا، محضر الجلسة ملك لجميع أطراف الخصومة وكل ما لرئيس المحكمة وكذلك رئيس النيابة أو وكيل النيابة أو عضو النيابة، هي الإشراف فقط على تحريره. وقد كان لي موقف مع المرحوم المستشار أحمد عزة الحشماوي، وكان ينبه في قضية الدرة الصفراء في كل جلسة على جميع السادة زملاء المحامين أنه لا يقبل أن يستشهد أمامه بحكم من محكمة النقض بمقولة إن سيادته لا يقل عن محكمة النقض. وحال بين كثير من الزملاء وبين إثبات استشهادهم بحكم أو أحكام لمحكمة النقض، ويتحكم في محضر الجلسة على مظنة أنه صاحبه.
في تعليق عارض أثناء الإجراءات أردت الاستشهاد بحكمين لمحكمة الناقض، وبدأت أملي الحكم الأول على أمين السر كاتب الجلسة، فنظر إلى أحمد عزة العشماوي يستأذن في أن يكتب، فقال له: لا تكتب. قلت له: اكتب. قال له: لا تكتب. قلت له: اكتب، وإلا سوف أقاضيك على جريمة التزوير بالترك، لأنك وأنت قائم بتحرير محضر رسمي امتنعت عن كتابة ما يريد الدفاع تدوينه في محضر الجلسة، وعلى الأقل تثبت أن رئيس المحكمة أمرك بألا تكتب لاتخذ إجراءات التقاضي طبقا لما يتيحه للقانون. انتفض فقال، انتفض واقفا، رفعت الجلسة، انطلق إلى غرفة المداولة، وهو في الطريق نظر إلي يحدثني، قلت له: اجلس ثم تحدث إلي لتسمعني، لما لا تتحدث وأنت ماشيا إلى غرفة مداولتك. انتظر البعض أن أراضيه، فلم أراضيه، أن أراضي رئيس المحكمة إذا كنت أخطأت في حقه، ولكن رئيس المحكمة أراد أن يصادر على حقي في محضر الجلسة. انتظر ما انتظره من وقت، فلما لم يتقدم رجاء عطية إلى لقائه اضطر لفتح الجلسة لأسجل محاضرة قلت فيها إن هذا المحضر ملك لجميع أطراف الخصومة وليس ملكا للأستاذ القاضي. هب أن القاضي شتمني، مع كامل الاحترام للمحكمة الموقرة، هو لا يرغب في أن يسجل في محضر الجلسة أنه شتمني، ولكن مقتضيات الحق وحقي تقتضي أن يثبت في محضر الجلسة ما شتمت به ومن الشاتم، وإلا نكون في غابة، فمحضر الجلسة ليس ملكا للسيد رئيس الدائرة، وإنما هو ملك لأطراف الخصومة، لدرجة أنه كالمرآة، وفي الدول المتحضرة يسجل تسجيلا آليا بلا تدخل من أحد. وكانت معركة صممت فيها على رأيي وانتصرت. وحول هذا الباب، أو حول هذا الموضوع، سطرت بابا في كتابي رسالة المحاماة عن محاضر الجلسات. لما سطرت هذا؟ لأن هذا هو الضمان الحقيقي الذي لك ولك في إجراءات المحاكمة أو في إجراءات التحقيق. أحكي لكم واقعة تانية كانت أمام رئيس نيابة محترم المستشار فيما بعد محمد مناع، كان محترما فعلا، وكنت أحضر مع موكل فيما سمي قضية البترول، فبدأ في الاستجواب فأردت أن أثبت شيئا، فقال لي بعد سماع أقواله، قلت: إنما أريد إثباته يسقط حقي في إبدائه إذا لم أبده قبل الاستجواب. فقال لي: سوف أكتب لك في نهاية الجلسة أنك طلبت إثبات هذا قبل البدء في سماع. قلت له: ما الذي يدريني؟ شوفوا بقى الفصاحة أو الفطنة، أنني سوف أكون على قيد الحياة عند نهاية الجلسة. قلتش أقول له: أنت بقى، ما هو الشطارة أن الواحد يمتلك عباراته وينتقيها، مش يندب كده
ويعطي للآخر فرصة أن يسائله على إهانة هيئة المحكمة أو على إهانة عضو النيابة. فجبتها في أنا، قلت له ما الذي يدريني أنني سوف أكون على قيد الحياة حينما تنتهي من سماع أقوالي؟ فصمم على المضي في استجواب المتهم، وقبل أن ينص في الدستور المصري الأخير على حق الصمت، كنت من مذاكرتي في فنون المحاماة وفي الإجراءات الجنائية قد درست بعمق ما يعرف بحق المتهم في الصمت، وأنه لا يجوز أن يؤخذ عليه دليلاً أو قرينة على ضعف موقفه، فقد يكون لجوء المتهم إلى الصمت دفاعاً عن حقه في أن يبدي دفاعاً عن حقه في أن يبدي ما يشاء. فقلت للمتهم لا تجب واستخدم حقك في الصمت. سين ما فيش جيم، سين ما فيش جيم. ثم استأذنت في الخروج مؤكدا على موكلي ألا يتكلم التزاما بحقه في الصمت، وذهبت إلى المرحوم المستشار آنذاك صلاح عبد الستار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وكان مقرها آنذاك في شارع زكي في وسط القاهرة، وأنهيت إليه ما حدث. وكان رجلا عاقلا مستنيرا، فأرسل في استدعاء الأستاذ محمد مناع وسأله لما لا تكتب للأستاذ رجائي ما يريد أن يدونه في محضر الجلسة، فقال له وعدته أن أسجله في النهاية، فقال له ليس من حقك هذا أن تسجله حينما يقول لك ويطلب منك التسجيل، وأنت أخطأت في حق الأستاذ رجائي وهو صاحب حق، سجل في محضر الجلسة قبل أن تشرع في الاستجواب طلباته. انتقلنا إلى غرفة التحقيق مرة أخرى، فكان من الحكمة ألا أشعره بأنني انتصرت عليه أو أنه كسر، فصورت الأمر على أنه تفضل منه وأنا أتقدم لإثبات ما أريد في محضر التحقيق. وأثبت في محضر التحقيق أن الاتهامات تدور حول اتجاهات متعددة، ومن حق المتهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن يطلع مقدما على ما سوف يسأل فيه. بهذه الجسارة أنا مكنت موكلي، لأنه فتح الباب للاطلاع يوميا على ما سوف يدار عنه التحقيق في اليوم التالي، ليعرف المتهم سلفا ماذا سوف يسأل فيه. وقد كان وترتب على هذا حماية حق المتهم في أن يغرر به أن يزيف عليه في الأسئلة. هذه جسارة، ولكنها جسارة عاقلة عارفة مريدة مؤدبة مهذبة، لا تنسوا الأدب والتهذيب. في إحدى القضايا كنت حاضرا عن المتهمة، وكان الأستاذ منصور عبد المجيد عامر الرأسمالي الكبير الآن، وهو ابن زميلنا رحمة الله عليه وأستاذنا الأستاذ عبد المجيد عامر، وبدأ حياته في النيابة العامة ثم استقال وانضم إلى أبيه في المحاماة، وكان حاضرا عن المدعين بالحق المدني. يعني نحن خصمان
متقابلان، فطلب من المحكمة أن تمكنه من التقرير بردها، فاستدرجه رئيس المحكمة عن أسباب الرد. ما إن حاول منصور عبد المجيد معامر أن يرد حتى أمسكت بيده من تحت البنش وغمسته وقلت له هامسا أصمت، وقلت للمحكمة سوف يبدي، ده أنا خصمه، إنما دي المحاماة، دي المحاماة، ما سيبش زميلي يغلط، سوف يبدي أسباب الرد في تقرير الرد. وشرحت لزميلي بعد الجلسة أنه إن واجه رئيس المحكمة بأسباب الرد يبقى ارتكب إهانة للمحكمة، إنما له أن يسجل في التقرير ما يشاء. في ناس كتير مش عارف الكلام ده، وعشان كده أنا بقول ده تمهيداً أننا أوصل لكم فكرة أنه يتعين على المحامي أن يخوض في كل بحور المعرفة. كل بحور المعرفة دي عاملة زي الأواني المستطرقة فتحة على بعضها، دين اعرف، دين إسلامي اعرف، دين مسيحي اعرف، دين يهودي اعرف، رغم أديان التي تدين بها هاش دقش، هذا علم، هذه معرفة، فلك، منطق، علم نفس، أدب، قرآنيات، أمثلة، حكم، أوابد، جغرافيا، تاريخ، فلك، أي حاجة، سوف تجد نفسك في لحظة ما محتاجا إليها، وربما في مفاجأة لم تكن في حسبانك. في ثمانينيات القرن الماضي كنت أحضر أمام المحكمة العسكرية العليا للزقازيق في قضية يطيب لي أن أرويها لكم، اتهم فيها ناظر ومدير مدرسة وبعض العاملين فيها بالاستيلاء على أموال القوات المسلحة. إيه القصة؟ القصة أن المدرسة الثانوية بتاعتهم دي في إبان العمليات ما بين حرب 67 و 73 استولت عليها القوات المسلحة واحتلتها لأغراض المجهود الحربي، وهو ما لا تملك المدرسة أو أي مدرسة لها دفعا، واستمرت شاغلة لهذا المكان على مدار السنوات السبع أو الست، راق للقوات المسلحة أن تهدم الملاعب وأن تنشئ جامع وأن تقيم كانتين، يعني غيرت المعالم بما يعطل استغلال المكان كمدرسة. فلما أمر المشير الجمصي رحمه الله بإعادة تسليم المواقع التي احتلتها القوات المسلحة وسلمت المدرسة فعلا إلى جهازها، أرادت أن تعيد الإيه؟ المكان مدرسة، أرادت أن تعيد المكان مدرسة، وهذا يقتضي الكانتين يتشال والملاعب تنشأ والمباني التي اعترضت وجود الحوش تزال وتمهيد الحوش يمهد، أعمال كثيرة جدا. فاستقر رأي مدير المدرسة وناظرها على الهدد للمباني التي أنشئت بدون إرادة صاحب المدرسة لاستخدام ثمن الأنقاض في تمهيد الأرض وتمهيد الملاعب وإعداد المدرسة مرة أخرى لاستقبال الطلاب. فلم يرق ذلك لرجال الشرطة العسكرية في دائرة الزقازيق، فراحوا عاملين محاضر وراحت للنيابة العسكرية وأقيمت الدعوة الجنائية على الناظر والمدير وبعض العاملين إنهم بيستولوا على أموال
الايه القوات المسلحة اضرارا بها. القضية من ناحية الشكل لابسه، لان الشهود على واقعة الهدد والازالة قد كده ولها معاينات مثبتاها. ما المخرج؟ حد عنده مخرج؟ حد عنده مخرج يقوله لي؟ انا بقى وجهت بالمخرج ده اقول ايه المخرج. هنا تبدو أهمية أن يكون إلمام المحامي بكافة المعارف القانونية. محامي جنائي ماشي، بس لازم تبقى عارف إجراءات جنائية. طبعا ما هي تبع الجنائي، إنما لازم تبقى عارف قانون المرافعات، لأن قانون المرافعات هو القانون الإجرائي الأم لقانون الإجراءات. لازم تبقى عارف قانون دستوري، لازم تبقى عارف قانون إداري، لازم تبقى عارف قانون مدني، لأنك قد تحتاج في دفاعك في الجناية أو الجنحة إلى قواعد مردها إلى قانون من هذه القوانين التي تختلف عن قانون العقوبات أو القانون الجنائي في قضية جنائية. وقد كان هذا ما تسندت إليه، لأننا أهلي قانون مدني وعارف أنه من المواد 922 نظمت ما يسمى الملكية بالالتصاق. الملكية ايه؟ بالالتصاق. وجاءت المواد الخاصة بالملكية بالالتصاق فنصت على ان الاصل ان مالك الارض له قرينة على انه مالك الملاء الذي عليها ومالك الغراس الذي عليها، فيبقى كل ما على الأرض في قرينة مبدئية أنه ملك إيه؟ صاحب الأرض. ولا تنزعه هذه القرينة ما لم يثبت ثبوتا مؤكدا أنه صرح للغير بالبناء أو الغراس. فإن لم يكن قد صرح للغير بالبناء أو الغراس فله أن يزيل البناء وله أن يزيل الغراس، ويبقى له الحق في التعويض لدى من أقام البناء ومن أقام الغراس على فرضين. إن كان حسن النية معتقدا خطأ أن هذا من حقه يبقى يكتفى بأن يأخذ ثمن ما تكبده. أما إن كان سيء النية بمعنى أنه يعرف أنه ليس من حقه أن يبني ولا أن يغرس في أرض الغير، يبقى هيدفع فضلاً عن التكاليف هيدفع تعويض. القضية قلبت على وجه آخر، لأنه استبان أن المدرسة مجني عليها وأن الناظر والمدير والموظفين يدافعون عن حقهم وحق مدرستهم ولم يتعدوا على أموال القوات المسلحة، لأن هذه المباني صارت بالالتصاق ملكا للمدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم. لو أردت أن أتحدث إليكم بتجاربي هي عديدة جدا، لأن ربنا عيشني عمر طويل، شفت فيه كتير وعرفت فيه كتير، وأرجو أن تتاح لي الفرص لأتحدث إليكم وإلى زملائكم بما استطعت تحصيله عبر السنين الطويلة. ولكن حسبي الآن هذه الإشارة، الجسارة يجب أن تكون قائمة في موضعها. مقتضيات الجسارة أن تكون عارفاً ملماً لا جاهلاً ولا مدعياً علم، ومقتضيات الجسارة أيضاً أدب العبارة وأدب اللفظ. كثيراً ما نطعن طعناً ثقيلاً فتسأل المحكمة من المطعون ضده، فأتمسك بعبارتي التي أبنت فيها الفاعل بالمبني للإيه؟ للمجهول. وكان لي قصة مع المستشار رحمه الله وصف ناشد، وكان مستشارا فاضلا، حصل اشتباك شديد جدا جدا بيني وبينه، لأنه صادر على إجابة الشاهد
وأراد أن يناقشه فيها قبل أن يثبتها في محضر الجلسة، فوقفت وطلبت إليه أن يثبت الإجابة أولا ثم يناقش الشاهد فيها حسب ما يحب، لأن هذا صار من حق الإيه؟ المحضر، تثبت الإجابة ثم ناقش فيها كما تحب. وجرى الاشتباك، فقال لي: سيادتك كده بتعطل السير في الدعوة. قلت له: غيري هو الذي يعطل السير في الدعوة ولست أنا. المن؟ قلت له: هو غيري كما قلت، لا إبانة أخرى. دي بقى الإيه؟ لو أنا أقول له انتهى يبقى أهانته. وفي الآخر يحمد لهذا المستشار العظيم أن البعض، بعض الصغار، أراد أن يقفز في اليوم التالي على الاشتباك الذي حدث بيني وبين المستشار وصفي ناشد، وإذ به يقول له: دعكم مني والأستاذ رجاء عطيه، له عندي كل الاحترام والتقدير، وكان يؤدي واجبه بالذمة والأمانة، ولست غاضبا منه. كفاية كده؟ كفاية كده. أنا الحقيقة مشفق عليكم من الإطالة، لأن العدد النهاردة كبير والمسافات غير محفوظة، ولن يسعدني أن يصاب واحد أو واحدة، فاليوم جاية وحتلتحقوا بمعهد المحاماة، وأرجو إن كنت حيا أن أحاضركم فيه وأن أنقل لكم ما أحب. معلش، ربنا يخليك تعيش. فأرجو أرجو مش معاك بس مش معاك على طول يا انت راضي عني. أرجو أن نقسم اليمين وقوفا. وأرجو أن ألاحظ وأحس ارتجاج القاعة بحماسكم وصدقكم في حلف اليمين. أقسم بالله العظيم، أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم.